يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقبل أبو هريرة رضي الله عنه على أبي سلمة ابن عبد الرحمن وقال: أتدري يا أخي فيما نزلت هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال: لا. قال أبو هريرة: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت. اصبروا أي الصلوات الخمس، وصابروا على أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان ما سبق هو سبب نزول الآية الكريمة، إلا أنه هناك معنى عام للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا. ومعنى الصبر في اللغة حبس النفس، وكلنا نعرف أن الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قضاء الله. قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء. وقال الضحاك: اصبروا على أمر الله. وقال مقاتل: اصبروا على أداء فرائض الله تعالى. وقال زيد ابن أسلم: اصبروا على الجهاد. وقال الكلبي: اصبروا على البلاء. وكل ده يندرج تحت الصبر بمعناه العام، وهو حبس النفس. أصابروا من المصابرة، والمصابرة على وزن المفاعلة، وصيغة المفاعلة تدل على مدافعة ومشاركة ومغالبة بين طرفين، وده بالضبط زي في قتلة وقاتلة. هنلاقي في قاتلة في مدافعة ومغالبة بين طرفين، وبكده نقدر نفهم معنى صابروا، يعني قابلوا صبر أعدائكم بصبر أشد منه وأقوى. ورابطوا من المرابطة، ومعناها في اللغة ملازمة الشيء والدوام والثبات عليه. والمعنى اللي وصل للصحابة أن المرابطة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهناك معنى آخر للرباط، وهو لزوم الثغور وحدود بلاد المسلمين مع بلاد الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والرباط المقصود هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين. ونال المرابط في سبيل الله هذا الأجر العظيم لما فيه من المخاطرة بالنفس من أجل حفظ الإسلام والمسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. ومعنى الفتان سؤال الملكين في القبر،
ومن أجل ذلك الثواب العظيم كان كثير من السلف الصالح يرابطون في سبيل الله نصف العام ويطلبون قوتهم بالعمل في النصف الآخر. وذات مرة كتب عبد الله بن مبارك وهو يرابط بطرسوس إلى صديقه الفضيل بن عياض، وكان الفضيل معتكفا بالمسجد الحرام، كتب إليه يقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخصب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخصب. فلما قرأ الفضيل هذه الأبيات بكى وقال: صدق عبد الله. ولا شك أن الرباط في المسجد أو في الثغور له أجر عظيم. واتقوا الله، أخافوا الله في جميع أموركم وأحوالكم، واجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذاب الله وقاية لعلكم تفلحون، ولعل مع الله تفيد التحقيق فيكون المعنى لكي تنالوا الفلاح. ومعنى الفلاح في اللغة إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب. والفلاح في الدنيا يكون بالنصر والتمكين، وفي الآخرة بالفوز بالنعيم المقيم. وصدق من قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.